توقعات برج السرطان ليوم الثلاث الموافق 8 أغسطس 8 آب 8/8/2023. بالنسبة ليك هي جدك اليوم في حالة ذهنية سعيدة جدا، اليوم اللي هيمكنك من خلاله انك ترضي رغباتك. هتلاقي شوية أخبار كويسة في مكان بعيد. بالنسبة ليك مهنيا هيبقى في احتمال انه يكون عندك شوية سفر مرتبط بالشغل، هيبقى عندك وقت كويس جدا في انك تقوم بمسؤولياتك المهنية. بالنسبة ليك عاطفيا هتتبنى موقف مخلص في نهج تجاه شريكك، هيمكنك من انك تطور كتير من المواد تجاهه. بالنسبة ليك ماليا هتكسب كتير من المال، هيبقى عندك فرص تحقق بيها كتير من التطلعات اللي هتجيلك في شكل حوافز للشغل. بالنسبة ليك صحيا بنصحك بانك تاخد الامور بطريقة خفيفة وتتجنب كل المواقف المتوترة، وهتساعدك في انك تحافظ على صحة افضل بالنسبة ليك. بالنسبة لحركة الكواكب النهاردة، هيحدث قمر الربع الاخير لما تبقى بتتشكل الشمس في برج الاسد مربع مع القمر في برج الثور، هتبقى بتشير لمرحلة الربع الاخير من ازمة في الوعي. هنبقى على استعداد عشان نفرز كل اللي بيناسبنا واللي بيبقى لصالحنا ولا لا. النهاردة الوقت مثالي عشان نبتدي مشروع كبير، لكنه هيبقى وقت ممتاز نرتب بيه التفاصيل ونربط بيه الأطراف السايبة. هنفكر في الوحي الأخير واللي بيعني لي بالنسبة لنا. هنفعل كل ده بشكل أكيد. هيواصل القمر عبوره لبرج الثور الحسي والعملي طول اليوم. كل ده هيوفر لنا طاقة على الأرض هنتقدم من خلالها، وهيتظهر من خلالها تحدي صغير بين عطارد وبلوتو اللي هيمكننا من أننا يعقد اتصالاتنا أكتر. هتبقى التوترات العقلية ممكنة جدا، هتحفزنا بشكل مثالي عشان نتعامل مع مناطق المشاكل. ممكن يكون عندنا طريقة مريبة عشان نبص للموضوع وإزاي نتعامل معه. لو كان الأشخاص اللي حوالينا مش بيوافقوا على أفكارنا أو بيتبنوها، ممكن نعتبر ده إهانة شخصية لينا. بدل من أننا نوصل بشكل مباشر، هنكون حابين نمشي لده، هنسلك طريق ملتوي، هنتلاعب بالأشخاص اللي حوالينا، هيحصل لينا شوية تهيجات أثناء أن بنقوم بده. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ودعمكم ليا.